طب استاذ امين اسكندر، يبدو ان في ارتباك امام قصر الاتحاديه. عايزه استوثق من مراسلنا كريم الشيخ، لانه من نص ساعه كده اتقال انه المساله تم احتوائها والهدوء هو سيد الموقف. هل اختلفت المساله كريم الشيخ؟ نعم، مساء الخير يا استاذ منى. يعني لا زالت حتى اللحظه الاشتباكات مستمره جدا وبكثافه امام قصر الاتحاديه. قوات الامن المركزي ومدرعتين تقدموا بشكل ملحوظ جدا لبدايات شارع المرغني. بالفعل تراجع اعداد كبيره جدا من المتظاهرين، من حين لاخر بيتم القاء قنابل مسيله للدموع بطريقه مكثفه على عدد من الشباب المتوفين بيقدروا ان هم يمسكوا القنابل دي ويرموها مره ثانيه على قوات الامن، وصناعه السهام يرموها على النادي المجاور لشارع المرغني، بحيث ان القنابل نادي هليوبلس ولا نادي نعم نادي هليوبلس ولا ايه؟ نادي هليوبلس هو المجاور لشارع المرغني. بيقوموا بإلقاء القنابل داخل النادي عشان ما تأثرش على المتظاهرين المتواجدين. من الشوارع الجانبية وتحديدا شارع الاحدار، بعدد من الشباب من حين لآخر بيقوموا بإلقاء قنابل مولوتوف على المدرعة الموجودة. على الجانب الآخر المدرعة بترد عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. كان كمان قبل قليل عدد من قوات الأمن المركزي طلعت تجري ورا الشباب الموجودين في شارع السلحدار من اجل ابعادهم عن المنطقه. طيب في يعني في حدود معرفتك في اي تطور في مساله توقف شارع صلاح سالم، محور صلاح سالم، وانه نفى العروبه تم قطعه ولا دي مساله بعيده عن صعب ان انا استوثق من المعلومه لاني على الناحيه الثانيه، انا من ناحيه شارع الخليفه المامون وبالتقاطع مع شارع المرغني. رئاسة الجمهورية كانت معنا من أكثر من نصف ساعة وقالت إنه الأوضاع هادئة وإنه العمل يسير بشكل روتيني داخل قصر الاتحادية. هل تعتقد إنه قصر الاتحادية، في معلوماتي وكما دخلت قبلا يا كريم، قصر ليس فسيحا، قصر يعتبر نسبيا صغير أو محدود، مش متسع الأركان كقصور رئاسية أخرى. الغاز اللي بيتم استخدامه بكثافة في المحيط، ألا تعتقد إنه يدخل بشدة داخل القصر ولا لا يتم إلقاؤه بعيدا عن القصر؟ في بداية الاشتباكات كان القنابل المسيلة للدموع من الممكن انها توصل داخل القصر يا استاذه منى، لكن قوات الامن لما شددت من ضرب القنابل المسيله للدموع، يعني هم وصلوا لحد بعد القصر، فبالتالي اي قنبله مسيله للدموع بتلقى على المتظاهرين الموجودين هنا من الصعب جدا ان هي توصل، حتى لو كان احد الشباب الموجودين بيحاول ان هو يمسكها ويرميها مره ثانيه على قوات الامن، صعب جدا ان هي توصل للقصر لان بيبعد عشرات الامتار عن القصر. طيب الاعداد ثابته ولا صعب تحديدها نظرا لتفرق المتظاهرين وانه اصل الاتحاديه يحتل ثلاث اركان تقريبا، مثلث هو؟ الجزء الثاني من اصل الاتحاديه مفيش اي اشتباكات، بالعكس على الاطلاق، وعلى مدار اليوم ما كانش في اي اشتباكات في المنطقه دي، كان في تواجد مكثف جدا لقوات الامن المركزي. لكن الجزء اللي فيه الاشتباكات الاكثر واللي متواجد فيه عدد كبير جدا من المتظاهرين او متواجد معظم المتظاهرين فيه هو شارع المرغني لحد شارع الخليفه المامون. عدد المتظاهرين بالفعل قل ولكن مش بالشكل الملحوظ، يعني معظم اللي مشيوا كان عدد من الفتيات او السيدات او رجال كبار السن اللي كانوا موجودين قبل الاشتباكات بقليل. اشكرك كريم الشيخ.